احتضنت مدينة المرسى من الضاحية الشمالية للعاصمة النسخة 13 من ماراثون خطوات ميغارا، الذي سجل سباقين. الأول في نصف الماراثون امتد على مسافة 21 كيلومترا، فيما امتد السباق الثاني الذي حمل اسم المرسوية على 5 كيلومترات. وككل عام تشهد هذه التظاهرة أجواء احتفالية تنمنها المشرفون على هذا السباق، ما لا يقل عن 3500 متسابق من مختلف الفئات العمرية في رحلة رياضية ثقافية جابت بهم مختلف المعالم الأثرية بكل من المرسى وقرطاج وسيدي بوسعيد وجمرت، بالإضافة إلى بعض المحطات التنشيطية. تظاهر رياضية، تظاهرة ثقافية رياضية سياحية بامتياز في مصلحة تونس. كي نشوفوا الناس هذوما، نشوفوا الفرحة على وجوههم، ما نجموا نقولوا كان يا ربي رجعنا الفرحة ومحلاها تونس. حتى في رسالة الانطلاق العباد اللي هما جايين بصغار هم يجريوا، وهذا يدل لك انه معناها تظهر هذا خذات صدى كبير على المستوى التونسي وكذلك الاجنبي، وان شاء الله بالتوفيق المتسابقين الكل ان شاء الله. الماراثون كنا عملنا جو على الاخر، تعبنا شويه، مي سافا. مالوريزمون اليوم حسيت روحي تعب شوي، خاصه كثر الكومبيتيسيونات العام هذا. مالوريزمون ما نجمش نكون في البوديوم، ان شاء الله الكومبيتيسيون الجاية تكون خير. الحمد لله تعدى سباق ممتاز وتنظيم ممتاز، وإن شاء الله مزيد من التألق في المحافل الدولية الجاية إن شاء الله. كانت الكومبيتيسيون اليوم في المتناول، وهذه نحضر بها للباقي الكومبيتيسيونات إن شاء الله. عندي سيمي ماراثون هانوفر ألمانيا. تحية تونس ويحيى ماراثون المرسى، وإن شاء الله تونس كل عام وهي بخير والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله رمضان مبروك.